اهلا وسهلا فيكم بكريزي لاب. كملي بكريزي لاب بنعمل اختبارات وبنخوت وبنجن وبنعمل ضربه ببعضنا. ميرسي الي مثلي. اليوم حلقتنا عن تقل الدم. سوري. عن تقل الهواء. منيحة ماشي الحال. هيك عم تعمل فيي الدرب. بس أنا كتير حلو كيف نقصتك ناسي، ما فيك تنكري هذا الشيء. بس نقصت، نزلت لي قلبي على الأرض. مشتاق لك. شو جايبت لك أنا لأنه اشتقت لك؟ يا تقبريني. جايبت لك كارت بوستال. بدي أعمل اختبار فيها. أنا كمان. جبت لك كارت بوستال تاني. هي شو جبال؟ ما بعرف بس انه شيء مطرح. صيدا. ريدي؟ يس. اوكي. رح نبلش بأول اختبار يلي هو بيشبه السحر بس فيه كثير ساينس مثل العادة. رح آخذ هي الكباية. ايه شو فيها؟ رح حط عليها فيها مي. اوكي. فيك تشرب إذا بدك. لا عم امدح مي مشوية. لحقوا على ضروبة اليوم. إذا جبت هي الكباية وقلبتها شو برأيك بيصير؟ تقلب. طيب قرب راسك. نعم؟ قرب راسك. ريدي؟ يس. اوكي. طلع. هيدا الاختبار انتم فيكم تجربوه بالبيت. بتجيبوا كباية مي وبتحطوا ورقة سميكة تحتها وبتطبوا القنينة، بتطبوا الكباية، شو برأيك صار؟ كيف تهدي؟ لزقتيها على بعضها. لحظة شوي. لا قولوا. شو في جاذبية يعني؟ دايما بتكذبني؟ إذا جاذبية إلي المفروض تقشط بالأرض، معقول راسك؟ لك طب شو بعرفني؟ ما طب ما بهلي أنا يعني شو. أوكي بس مش جاذبية يعني. لا إنه هن عملوا جاذبية على بعض. طيب ها، فيها شيء تلزيق؟ لا ما فيها تلزيق. لا هون كمان ما في تلزيق. لا انت جربها. كيف بعملها؟ بتحطها هون بتطبها فرد مرة تتركها. سوري طلعت لك الاسبادري مي. ألفي؟ لا يا مامي يا جاي ألف علي. تفصلكم شو يلي بيصير بهيدي الماجيك تريك يلي عملناها. بس نطلق المي ونحط البوست كارد عليها ونطب، في شيء رح يضغط على هيدي الورقه ويخليها ثابته. مثل ما شفتوا انا ماني مكتره المي كرمال تقل المي ما تشدوا الجاذبيه وتفك الورقه، بس في شيء مخلى الورقه طلقت. حوالينا في هواء والهواء بيوزن وبيدفش بالموليكيول تبعه على هيدي الورقه، هو كل الوقت كمان عم يضغط علينا، يعني الموليكيول تبع الهواء اللي حوالينا كل الوقت عم يدفش فينا هيك. شو عم تدفش؟ اوكي. والهواء مش بس بيضغط على كتافنا، بيضغط علينا من كل الميلات، مشان هيك الهواء قادر يضغط على هيدي الورقه ويخليها معلقه. الفي ما في ولا نوع هواء عم يقدر يضغط عليها على فكره. أنا عملت شيء؟ أنا قربت عليك شيء؟ أنا ما عملت شيء. بحالي. حبيت أحكي عن ضغط الهواء الـ air pressure بهيدي الإكسبيريانس. وعادة كرمال تنشوف كيف الهواء بيضغط على جسمنا، بنعمل اختبار صغير بإلي. حضر حالك؟ شو هذا؟ هلا بدنا نطلب من إلي يطلع بقلب الكيس، رح نعمل برهان انه ضغط الهواء بيدفش على جسمنا. بتعرف كان في طن هواء على كتافك؟ زحتهم كلهم. على كل واحد منا في تقل سيارة صغيرة هواء، بس احنا ما بنحس فيها لانه جسمنا فيه هو فلويد، يعني فيه سوائل وفيه هواء، بيضغط بيرجع على الهواء البراني بالجهة المعاكسة، مشان هيك نحن ما بنحس فيها. ومن نحن وصغار
في ضغط هواء على جسمنا مشان هيك بننسيها تقريبا جسمنا ما بيحس فيها، بس في على كل متر مربع 10 طن تقل، على كل متر مربع تخيل 10 طن تقل. هلا رح فرجيكم كيف الهواء بيضغط على جسمنا بهيدا الاختبار. فوق فوق فوق، يلا فوق، يلا ها. بس انا ما فيي اوصل لك. شو انا كمان فوق؟ تطلعي معي. شو قصدك انت وتعرفوا شو الطاولات؟ ما بوصل. ها اوكي، رح نحط الي بالكيس. تعرفوا لابو كيس؟ ايه يلي بحبك ابو كيس. انا اليوم ابو كيس. ها اوكي، بدي اطلب منك تقعد بقلب الكيس مع انك طويل. اوكي هلا مثل ما لاحظتوا حطيت ايدي بالكيس، بقلب الكيس في هواء ومن برا في هواء عم يضغط. شو بيصير اذا انا سحبت الهواء من قلب هيدا الكيس؟ خليني افرجيكم. بعطيك هيدا ديموكراسيون. ايه ها اوكي إلي. هلا بدك تلقط الكيس مزبوط. ايه هيك، ما تخلي الهواء يزمط. ايه اوكي، وانا شوفوا قطع منيح منيح منيح. لا مش عم تعمل ساكشن منيح، عم زعبر لانه عم بتزعبر. إلي روح، بدك تسكر منيح مصفق الهواء. عم بيطلع، عم بيضرب، عم يسحب الكيس من تاني ميلي. لحظة ها عمولي. اوكي هلا مشت. شوفوا كيف، شوفوا كيف شكله لإلي متري مش الحال إلي. اوكي هلا ضبطت. هيدا الإفكت اللي شايفينه هو الهواء يلي عم يضغط على الكيس، لأنه ما بقى فيه هواء مقابله عم يضرب بالجهة المعاكسة، مشان هيك بيضغط على إلي. هيك نحن الهواء بيضغط علينا، مش لأنه في ساكشن بالهوفر، لأنه الهواء من هون عم يضغط عليه. مبسوط؟ فيك توقف. بس فيك توقف. ما عندي شوفوا كيف بس يرجع الهواء يعبي بالكيس. يرجع إلي لطبيعته. صار لك شيء. بيسحب على الآخر، بيسحب لأنه بتحس قديه ضغط الهواء عليك. بمجرد انه فضيت الهواء اللي حواليك ضغط عليك وحسيت بضغط الهواء يلي كل يوم نحن عنا اياه على جسمنا. بس نشيل الهواء من مطرح معين الهواء يلي حوالينا بيضغط. معي هون اثنين سفير، نصف دائرة. نص طاسة. اوكي. اوكي، هيدول بيستعملوهم بالفيزيكس وبيفرجوا فيهم كيف الهواء بس يصير في فاكيوم جوا، كيف الهواء بيقدر يلقطهم. هيدول اللي شايفينه هون مش تلزيق، هيدا شحم. رح نحط هيدول الطاستين على بعضهم. ايه. اوكي، ورح نفضي الهواء من هيدي يلي هون، رح نفضي الهواء كرميل تنخلق هون فاكيوم، يعني ببطل في موليكيول هواء عم يدفشوا طلوع. اوكي. شو بيصير؟ بيلزقوا ببعض. بيلزق الهواء بيضغط عليها ومفروض تلزق على بعضها وما تعود تفك. اوكي. خلينا نجرب. بدي اسحب الهواء؟ لا، بدك تجرب بهاي. بهيدي؟ ايه. ايه. شوف إذا فيك تحطها هون. لكن ما فيني فيني جرب بتمي؟ ايه اذا بدك. إلي هلا عم يسحب الهواء كرمال تيعمل فاكيوم، يعني مطرح خالي من الهواء. بعد ايه برمت اشوف اذا ظبطت.
خلينا نشوف اذا الي مزبوط سحب الهواء. مفروض هيدول الاثنين في قلط. اوكي خلينا نرجع للتكنولوجيا. ما بدي الي. ما بدي كثير صعبه بتتم. كيف بدك تسحب كل الهواء اللي فيها مصر؟ اوكي سادي خلينا نشوف. يا فينا نرجع نعمل ساينس. اوكي اوكي رح نحط النبليج. لحظة خليني ارجع افتح تحا. رح نحط النبليج. هالقد بدها؟ عم بعمل انه انا بضاي. اوكي اوكي وهلا هلا مرن عضلاتك واسحب لحظة واسحب الهواء يلا. هلا إلي عم يعمل سكشن. بعد اوكي هلا انا رح ابرمها رح نشوف اذا الفاكيوم صار كافي انه يخليهم معلقين ببعضهم من وراء ضغط الهواء تبع الجو. اوكي انتبهي اذا برمت عليكي. اوكي يلا ريدي شد. في اكدلكم انه انا وإلي ما رح فينا نفكها غير كيف بدي اياك توقع ما زبطت. بس انا رجعت نفستها بفوت الهواء بيرجع وبترجع بتفك بفكوا عن بعضهم. اتصل عادة كثير بيحكوا عن الضغط الجوي بس يحكوا عن الطقس، لأنه الفرق بالضغط الجوي إذا عندكم منطقة فيها ضغط جوي خفيف ومنطقة فيها ضغط جوي عالي بيسحب بيعمل هيك مثل سكشن بيجي الهواء من منطقة الضغط العالي لمنطقة الضغط الخفيف وبيتغير الطقس. بس نطلع على الجبل كل ما نطلع على الجبل كل ما يخف الضغط الجوي، مشان هيك بس تطلع على الجبل بتحس انه فتحوا دينيك بيفتح دينيك بخف الضغط عليك لانه الهواء بتخف الدنسيتي تبع. حلوه بس ليه مره تانية. هاي تعال جديد. هلا بما انه كنت عم بحكي بفرق الضغط فيكم تعملوا بازوكا من الفاكيوم كلينر يلي عندكم بظرف 5 دقائق. نحن هون بكريزي لاب كثير بنحب البي في سي بايبس لانه نعمل فيهم بازوكاز وفروده. شو بتعملوا؟ شو بتعملوا؟ بتجيبوا بي في سي بايب حجم انه يقدر تفوت فيها طابه التنس او حتى فيكم تصغروا الحجم بتفوت فيها طابه البينج بونج، والى هون مثل واي جونكشن يعني بس شيء مشان توصلوها كوع مشان تقدروا توصلوها على الهوفر. من هون بتلزقوا القسطر تبع الهوفر فيها. شو بيصير هلا؟ بس ايدي بس الي دور الهوفر هون رح يخف الهواء رح ينسحب الهواء رح يصير في منطقة ضغط منخفض تماما مثل وقتها بيصير بالطقس. بده يجي الهواء من برا ويفوت لجوا كرمال تيعود الفرق كرمال تيعمل بالانس للبريشر. هلا بس الي دور كمان هون ورقة. اوكي ها الا منجيب قسطر بي في سي منعلقه بهالشكل بالهوفر بتحطوا هون ورقه انتو كرمال تخلقوا هالسكشن لانه اذا دل مفتوح ببطل يعمل سكشن. هلا شوفوا شو بيصير. علي ايدك الي بس حط طابه التنس شوفوا شو رح يصير. بعد 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 يلا لا لك انا رح احط لك الورقه. لحظه
ما بتمشي بلا الورق. يلا يلا. اوكي بدي كسر انا. ما بدي يكون التارجت تبع حطيت لمبة؟ حطيت لمبة. فكرتك حطيت حاطة. حطيت لمبة. لا هون بكون خلصت هيدي الفكرة، فيكم تعملوا الفاكيوم زوكا وتسلوا فيها بالبيت، بس انتبهوا عيونكم، بريك وبنرجع. بس السؤال، ليه الكبيس بيضوي إذا قطعنا فيه كهرباء؟ رجعنا من البريك وهلا سبت الكافي كريزي لاب. عادة معودين بالبيت انه تقولوا ما تلعبوا بالكهرباء، نحن بكريزي لاب رح نسمح لحالنا نعملكم اختبارات بالكهرباء بس انتم ما تعدوها بالبيت، خاصة انه بعد منا كثير رح يكون خطر. أول اختبار رح نعمله هو ضو من الكبيس. في شو مرة شايف ضو من الكبيس؟ لا انه الرز لا إذا شربان كثير أو عامل شيء شغلة يعني. أول شيء خلينا نشوف إذا مزبوط الكبيس بضوي إذا قطعنا فيه كهرباء. بتعرفيها هذه النكتية اللي واحد بيروح عند أمه بيقول لها دخلك ليك البراد بضوي بس الحمام بضوي بس بس افتحي الباب. تقريبا هيك رح نعمل اليوم. أوكي. طيب هلا رح أطلب منك تكبس الكبسة اللي تحت هيدي ونشوف إذا الكبيس مزبوط بضوي إذا قطعنا فيه كهرباء. عم بضوي. لاحظوا كيف؟ لاحظوا كيف؟ عم نعمل ضو من الكبيس. بس السؤال، ليه الكبيس بضوي إذا قطعنا فيه كهرباء؟ وشو بيصير بجسمنا إذا كهربنا؟ إذا نحن دقينا بالكهرباء بيصير فينا زيت الشيء مثل هيدي الكبيس يلي هون. هيدي الكبيس كتير فيها مي وملح، فيها صوديوم. الصوديوم والمي بيقطعوا الكهرباء ونحن جسمنا وأعصابنا كرمال تيقطعوا الأفكار. مثلا إلي إذا بده يفكر فكرة بده يقطعوا الأفكار بالأعصاب. مثلا يعني مثلا إذا إلي حابب يفكر بشي أتمسخري بعد شك بالموضوع. أعصابنا كلها مي وصوديوم، مشان هيك بيقولوا احترقت أعصابي. إيه إذا بدك أو كهرباء أعصابي. اللي بيصير انه بيقطع الكرنت، بيقطع التيار بشكل كثير سريع بالمي اللي بجسمنا تماما مثل ما صار بالكبيسة اللي هون. خلينا نجرب لكم وحده ثانيه تنفرجيكم اياها. هلا هيدا الكونسبت كمان كانوا يستعملوا من زمان ادويه اسمهم صوديوم لايت. الصوديوم يعني الشيء اللي موجود بالملح هو صوديوم كلورايد. صوديوم بيضوي، بيضوي بلون اورنج، مشان هيك بس يحمى كتير بيعطي راديشن اورنج. كانوا من زمان يعملوا ادويه من الصوديوم اسمه الصوديوم لايت، حتى الادويه على الطرقات بنشوفهم هيك مضويين اورنج فيهم صوديوم. رح نرجع نعمل لكم اياها ونفرجيكم كيف ضوت الكبيس بلون الاورنج من وراء الصوديوم يلي فيها، لانه الصوديوم هو يلي بيولع وبيعطي راديشن بهيدا اللون. نايس. هلا نحن مقاطعين فيها هون كهرباء كثير قويه، مشان هيك عم كثير عم ننتبه. اللي فيك تشيلها. اوكي انا طفيت الكهرباء، انتبهوا. اوكي انا طفيت الكهرباء فانتبهوا. برافو إلي. ايه سيفتي فيرست. هلا مش بس كمان فينا نضوي الكبيس، فينا نشوي هوت دوغ بالطريقه اللي انا عملتها. بعرف إلي بتحب المشاوي. يس مشاوي مع الشباب. مش بس رح نشوي الهوت دوغ، كمان رح ضوي لك الهوت دوغ. شو؟ شوف شو معي. قطع كريسمس نانسي قطع. هيدول الليد لايتس شوفوهم عادة بشجرات الكريسمس. رح فرجيكم كيف، بس ما لازم ندق بالحديده. يا اوكي
ريدي للمشاوي؟ يس، حطي واحدة من تحت زينين حلوين أفكارك. اللي عم يدوكر بتخليها تدق بالحديدة. أوكي هيك من فوق يا هيك نشوف إذا بتزبط. ضوت مش بس عم تنشوي وعم تنشوي الهوت دوغ كمان عم تضوي ليد لايتس هن الفيوتشر تبع اللايتنج كله لانه بيضووا بامبيراج كثير كثير واطي بوفروا كثير كثير من الكهرباء. هلا فيك تقول انه حرقناهم يعني هلا نحن حرقنا اللمبات حرقناهم بس عم نشوي الهوت دوغ بس فيك تجرب هوت دوغ ثاني. ايه عم تنشوى بس الريحه كثير قويه ريحة هيدا شو بيقولوا له هيدا الأكل الكوليسترول بالدم يعني ريحة العنبر بالشرايين والزعفران عم بيقول لي أشياء براسي المخرج لأقول ما مش عم بفهم شيء مش رح أقول شو قال لي هلا هلا رح نبعد هيدا المونتاج نو 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 بعد روق شوي شو بدك تعمل بدي اشوي فينا نشوي الموزة فيك تشوي الموزة اكيد انه هيدا مثل بتضوي ايه؟ ما بعتقد لانه الموزة ايه هلا الموزة معروف فيها صوديوم اوكي معروف فيها صوديوم بوتاسيوم فيها بوتاسيوم صح اوكي طيب يلا كبست تخيل أكثر شيء رح يطلع لك هو موزة مشوية لازم يكون في مي وملح ويكون في أسد على القليلة بس ضوت اللمبة أوكي طيب لحظة إذا حطيتها ما تبلش روق ما تستعجل عشو مستعجل نانسي إذا حطيتها كلها سوا بكل مرطبين الكبيس لا أكيد لا ليه؟ لأنه بتولع لنا الدنيا وبيطق الديجونتار ايه ما عليه شو بيصير؟ اللي عن جد؟ ايه إنه بركي بيضوي كله هلأ هو أكيد بيضوي أوكي بس مش لفترة طويلة شو بيصير يعني بالآخر؟ ها يلا أنتوا معوا الفكرة؟ ما تشجعوه بليز ما تشجعوه يلا اوكي من شو بدك تعمل؟ هون ها وهيدا بنقربه هيك وهيدي هيك وبنغرزها بهيدي بس لازم يتفضى من المي ليش؟ لانه تما يطق الديجونتار اي طق الديجونتار شو بصير؟ طق الضو كله بالاستوديو ها رح حطها بوحدة تانية لفت كمان فيه خل وفيه مي وفيه ملح وفيه صوديوم شفتي كيف عم بتعلم انا نانسي اوكي نشف ايدي تعطيني كلينكس بس اللفت ايه حاضر ولو افوتر سيرفيس الله يخليك اياكي نص وحدة بخيلة سيفتي ونظافة الحمد لله يس يا هالقد اوكي شفتي كيف عم يضوي؟ تك الديجونتور تك الديجونتور بالاستوديو نزعنا الدنيا اوكي هلا خليني على جنب خليني افرجيكم كيف كمان فينا نعمل ضو بطريقه غريبه غير بالكبيس وباللفت أول ما اكتشفوا رصاص الجرافايت فكروا معمول من رصاص من الليد فضلوا على فترة يفكروا إنه هيدا ليد ويكتبوا فيه ويعلموا فيه المواشي اللي عنده الكرميل تما يضيعوها بعدين عرفوا إنه ما فيه شيء من رصاص بس بعدنا لحد هلا بالإنجليش بنقول ليد وبالعربي بنقول قلم رصاص بس هو ما فيه رصاص فيه كربون فيه الجرافايت والكربون بيقطع كتير الكهرباء وبس يحمى كتير هيدا فرجيك شو بيعمل اوكي رح احطها هيك لحط البيراكس فوقها بس عد لثلاثة اوكي بنحطها اثنين ثلاثة يه شوفوا كيف قلم رصاص ممكن يضوي انتوا اذا شي مرة انقطعتوا
وما كان معكم ضو، فيكم من قلم رصاص يلي معكم تفضوا الرصاصة يلي فيه وتوصلوها بكابلات السيارة على بطارية السيارة، ممكن تعملوا ضو. الشيء الغريب يلي كمان رح نعمله اليوم هو بطارية بس من الحامض. نعم. اي كل بطارية بيكون فيها أسيد وبيكون فيها نوعين من المعادن بيقطعوا الإلكترونز بين بعضه. فإذا نحن جبنا حامضة وجبنا معدنين وعملنا فيهم سيركوي ممكن نعمل بطارية. عن جد؟ اي شوف شو معي هون. هلا جايبة هون، جايبة نحاس. ايه جايبة هون تنك. زنك. زنك. اوكي. رح نوصل البطاريتين حتى هيدي هون. اوكي. تماما مثل البطارية. رح نعمل سيركوي. حلو. فيكم انتم تستعملوا براغي، بتجيبوا براغي من معادن مختلفة. هلا بس يفوتوا هول المعادن مع بعضهم ونخلق نحن سيركوي، ببلش دغري الالكترونات يقطعوا بالاسيد، لانه الاسيد بيقطع الالكترونات، ببلش هالاكستشينج اوف الكترونز وببلش الكوران يقطع. معي هون ساعة رقمية. ساعة. اوكي؟ رح نشوف إذا ضوت الساعة يعني مشت معنا البطارية. اوكي. يلا. بدك أنت توصل هون أحمر. أنا رح أوصل الأسود. اوكي. شو قولك؟ مشيت؟ يه مشيت. مشيت. فيكن مش بس تستعملوا الحامض، فيكن تستعملوا البطاطا كمان، بس البطاطا بتكون تستعملوا كمية أكبر، يعني هون بس حامضتين لأنه فيهم منيح أسيد بيضووا لك البطارية. نايس. بس فيكن كمان تجربوا بالبطاطا، فيك حتى تعمل بالكبيس. وقديه بتضل مضواية هذه الساعة؟ تا يخلص الاكستشينج، طالما في الكترونات عم بيروحوا من معدن للثاني، طالما البطارية ماشية، بس يخلص هالاكستشينج يعني يفضل معدن، تفضل بطارية. نايس. وقتها بتشرجوا البطارية بتكونوا انتم عم تاكسوا، عم بتردوا له المعدن، عم تردوا له الالكترونات للمعدن يلي خسرهم. خي. مشان هيك بتكون عم تعكسها بترجع بتمشي البطارية بس. ايوه نانسي. اوكي. سمبل ساينس على طريقة كريزي لاب. مش بس فينا نعمل ضو وبطارية من الكهرباء، فينا كمان نعمل نار من دون قداحة ومن دون كبريتة. إذا أنتو كنتوا بكامب أو كنتوا شي محل ما معكن كبريتة وثاقبت معكن بطارية 9 فولت وثاقبت معكن سيفة. أنا رايح أعمل كامب اخد معي سيفه، بكون كثير بهلي لاخد معي صحون لاقعد اجليهم يعني. هلا مشيلي اياها. هلا شو بنعمل؟ بنجيب السيفه، كل شيء تيحترق بده يكون فيه اكسجين كثير. اوكي؟ هلا اللي بنعمله انه بنفتح السيفه عن بعضها كرمال الاكسجين يفوت. كمان تا نعمل نار بده يكون عندنا فيول، الفيول تبعنا هو السيف. السيف معمول من حديد كتير كتير رقيق، وهيدي البطارية 9 فولت بما انه فيها بلس اند ماينس، يعني فيكم تعملوا سيركوي انتو بس بالبطارية والسيفة. حتى شوف لخلي إلي هو اللي يولع السيفة. اوكي يلا. هون إلي، مش ضروري بإيدك، ولع منيح حتى بالصحن. شفتوا كيف نعمل نار؟ ايوه نانسي. حب كتير فكرة السيفة مع البطارية، عملنا هون كلمة كريزي لاب، رح نجرب نولعها أنا وإلي. يلا. ريدي؟ يس. خلينا نشوف إذا رح تلقط نار. طيب، نحن رح ناخد بريك لأنه أنا بدي كمل لعب هون. اوعى تقلعوا كتير البيت.
جانا من البريك وهلا صار وقت نعمل ميوزك مع كريزي لاب. عادة بالبيت بيبقى في كتير اشياء موجودة عنا بالمطبخ او بالبيت بتقدر تعمل اصوات، ممكن نخلق اصوات من عدة اشياء عادية موجودة عنا. الصوت كيف بيخلق؟ تعرف إلي؟ ها؟ شو؟ كيف بيخلق الصوت؟ ليه في صوت؟ الله هو اللي حط الصوت، أنت ما قلك عليها. لا خلي الله على جنب هلا عم نحكي. ما بعرف، في الأوتار الصوتية هن اللي بيطلعوا. إيه بس هون ما في وتر صوتي. بدك تجرب تعمل ميوزك أنا وياك بالكباية؟ إيه. شي مرة مجربة؟ لا. اوكي بنحط نطفة مي بالكباية ومنغط اصبعنا بالمي. ايه اوكي بنحط الكباية ومنبلش نبرم طرف تبع الكباية. عم تسمع؟ بيطلع صوت. ليه؟ لأنه هلا عم نسمع صوت ارتجاج الازاز. الصوت هو فايبريشن بتصير بالهواء، بيضربوا الموليكيولز ببعضهم وبيعملوا موجه، بيعملوا ويف. حتى المي عم بترج بقلب الكبايه. والمي عم بترج، هيدول الارتجاجات بس يضربوا بالهواء بيطلعوا صوت وبيوصلوا على دينينا ونحن بنسمعهم كصوت، هن ويفز، هن تموجات او موجات. موجات. موجات صوتية. هلا المعروف انه بالفضاء ما في هواء. مزبوط. سو ما في اير موليكيولز، سو ما في صوت. إذا كنا بالهواء وإذا بالفضاء وعم بحكي ما بتسمعي صوتي؟ ما بقدر اسمعك لأنه ما في هواء، بدها تضرب موليكيول بموليكيول تاني، تضرب بالموليكيول اللي وراها ويعملوا هيدي الموجة تيوصلوا عدنا. أنا ماني مضطر أحكيكي. لا. أحلى مطرح يعيش فيه الرجال مع مرة، لا بيسمع صوتها ولا مضطر يحكيها. بس لا انت انا بحبك كثير بس انه عم بحكي عن هلا الصوت مش بس بيقطع بالهواء، ممكن يقطع بالازاز، ممكن يقطع بالمي، المي بيقطع صوت كثير، ممكن يقطع بالوايرز بالشرايط. طريقه مهضومه انه تعملوا ميوزك هي بالكبايات، مثل ما كنا عم نحكي بتعبوا الكبايات مي وبتجيبوا اشكال عديده وبتعملوا الاوركسترا تبعكم حسب قد ايه حاطين مي بالكبايه بغير البيتش وبأثر اذا كان الازاز شوي بس يعني في مجال اذا الكريستال انعم بيطلع البيتش اعلى لانه الفايبريشن بتصير سريعه اكثر. كل ما كانت الفايبريشن سريعه كل ما كان البيتش اعلى. حلو الفكره. لا نايس. صوتها مثل صوت حدا بعرفه. هلا فيكم تعبوا الأناني وتجيبوا ملعقة وتعملوا مثل كزايلوفون. اوكي شو هيدي؟ كزايلوفون. شوف عملت لك هون جايبت لك نوتات. فيكم حتى في ويب سايتس بينزلوا لكم نوتات حسب الأناني. هيدول في اوركسترات وباندات بيستعملوهم، بيستعملوا اشياء من البيت كرمال تيعملوا الباند. في نوتات يعني مثلا تالت أنينه هي تالت نوت. اوكي وبتقدر تعمل غنيه. قولي لي عدي لي يلا يلا وقفي مطرحي. بخصني بالموسيقى. اسرع. هيدي ماري هاد ليتل لام. بس طلع كل شيء الا ماري هاد ليتل لام. تعفي لإلي للمحاولة. في اشياء بالبيت ممكن تعمل مزيك وهي كثير غريبة. يلي هو شو هيدا؟ بتعرف شو هيدا؟ قصر تبع المغسلة. هيدا قصر المغسلة. ممكن بقصر المغسلة نعمل ميوزك. تزبط كمان. السكين يا بطيخ، السكين يا بطيخ. ترمس ترمس. كيف نعمل فيها صوت هيدا؟ رح اقول لك كيف. مش بصوتك، مش بالنفخ، بس مجرد انه انت تبرمها بتطلع صوت. ايه لهيدي؟ بس ما لها تشبقني. اوكي هربي. ريدي؟ يس. برمى. نايس. nice.
حبيتها. هيدول اسمهم ويرلي تيوبز، ممكن تلاقوهم انتم بالبيت، حتى في تيوبز بعد بعدة دايمنشنز بيعطوا بيتشز مختلفين. بس شو السبب انه بتطلع ميوزك؟ هيدول الاكورديون يلي شايفينهم جوا بفوت الهواء بصير يضرب فيهم وبيطلع هيدي الفايبريشن وبيطلع صوت، انه كل ما في فايبريشن كل ما في صوت. انا هون معي تيوب ارق من التيوب اللي معي، اللي شوف الفرق بالبيتش. هيدي مثل بابل صغير يعني. بس عن جد مش عم بمزح، في باندز بالعالم اسمهم ويرلي تيوب باندز بيستعملوا هيدول الاساطر وبيقدروا يلقطوا كل الاوكتاف كل النوتات وبيعملوا ميوزك من ورا هيدول التيوبز. طيب. حتى في منهم بيستعملوا المي، بيستعملوا الانانه، انه بتبقى باندز رسميه. انا بدي اعمل لك في باند انا عم بنشئها حديثا، اوكي، ورح فرجيك هيدي الباند بأي موسيقى بتتعاطى. بدك تعمل ميوزك؟ يس بدي أعمل ميوزك. حضرة المخرج ومهندس الصوت إذا بتريد أعطيني بس شو دخل الكولا بالميوزك؟ هلا بفرجيك. جاهزين؟ جاهزين؟ أوكي. يلا. ثانك يو إلي على السيمفوني اللي كثير حلوه. خلينا نشوف ريبورتاج عن عالم بيعملوا ميوزك بهالطريقه. Rasa.